السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى فيديو جديد من فيديوهات قناة السيد عمر. رجعناكم مجددا في لعبة وارباث. بس قبل ما أسجل، في واحد من الشباب أو في بعض الشباب على اليوتيوب سأليني بعض الأسئلة تتعلق في لعبة وارباث. خلينا نشوفهم هون. في واحد من الشباب بسألني أنه بده حساب وارباث، أو في قبل هيك بقول لي واحد اللعبة صارت فاشلة، مش عارف صراحة ليش شايف اللعبة صارت فاشلة، بس كثير من الشباب قاعدين يتابعوا يعني معي. المهم هون صديقنا صلاح جي ار بده حساب وارباث. فيا صديقي صلاح، في واحد كمان كاتب لي على فيديو ثاني هون انه في عنده حساب وارباث للبيع. بس خليني انزل اشوف لك اياه. هون عندي حساب بقوة 96 مليون للبيع هون على هذا الفيديو. خليني اشارك لك الفيديو هون. فيني اشارك الفيديو؟ يمكن ما فيني اشاركه. ما فيني اشاركه، بدي اشارك الفيديو اجباري، يعني ما فيني اشارك التعليق. راح اشارك لك الفيديو، انسخ لك اياه وانسخ لك اياه هون. هذا بدي حساب وارباث. شوف التعليقات. طيب صراحة في أكثر من سؤال يعني وارني في لعبة وارباث، بس في واحد كمان أصدقاء هون كاتب لي إنه أي سؤال بدكم إياه بقدر هو يجاوب عليه. بس هون حبايب، أي سؤال أو شيء مدوخكم ما بتعرفوا، أني خادم تدللون على نفس الفيديو اللي حطيتني هون. في هذا زلمة مودو، صراحة المشكلة قاعد اليوتيوب قاعد بطلع لك بس هذا الإلياس أو يعني المختصر، ما طلع لك إيش الاسم اللي مكتوب. فهو بيقول لي إنه أي سؤال فيكم تسألوه لصديقنا هون. طيب ظل أسئلة، يمكن ما ظلش أسئلة. طيب خلينا نرجع لعبة وارباث. حاليا وصلنا على مستوى قديش؟ والله صراحة نسيت أي مستوى. مستوى 27 والفصل يمكن 18. أي وصلنا مستوى 18 وحاولنا إنه نقضي على او نخلص الكامبينيا او الحملة، بس ما قدرناش نخلص الحملة. طيب معي شوية مصاري وخليني ألملمها هون قبل ما اقرر او اهجم على جماعة رافن. المشكلة حاليا انه اذا هجمت صراحة يعني مش راح يختلف اشي، لانه قوتي ما اختلفتش لحد الان. فافضل اشي اني ارقي الوحدات تبعي، يعني خليها توصل المستوى السادس والسابع. قديش الوحدات تبعي؟ 23 توصل المستوى 24. خلص نص المصاري، ما ضلش معي اشي. طيب والله صار المستوى 24، خليني اجرب واروح على الكامبينيا. بس اول شيء خليني اروح على الفصل اللي انا فيه، فصل 18. خليني اروح ونقول كومبليت كامبين كامبينيا او كامبين. المهم انه حمله، يعني انه انهي هذه الحمله. طيب في واحد من الشباب كان سالني ليش ما تحط عربي، صراحه بس اني احط عربي، مش كان حاط الموبايل بالانجليزي او بالالماني، فكل ما بدي اقلب بنسى اني اغير العربي. المهم خليني اروح اخلص الكامبينيا، او قبل هيك يعني سامحوني شوي خليني استغل هاي السوالف هون. ولا هاي بدي ارقيها ترقاي، ما بديش ارقيها، لا فكونا منها. طينا المصاري هاي اللي معكم، خلينا نروح نخلص المستوى هذا. روح تعال نشوف، ان شاء الله يمشي الحال هسه نقدر نخلصها. هاي باتل. طيب احنا بدنا نوصل لهناك بدون ما يذبحونا جماعة رافن. طيب يلا يا زلمة باتل، يلا باتل. اوتو اتاك، وين اللي صار الطريق؟ مشكلة نسيتها يعني صراحة، زمان ما لعبتها، يعني آخر مرة لعبتها المرة اللي سجلت فيها الفيديو. ماك ما تهجم أنت وياه، شو قاعد يسوي؟ مش عارف ايش البطء هذا عندهم صراحة لهالدرجة هي. أنا بدي أخلص أوصل لهناك قبل ما ثوندر كلاب اتش بي يصير قوته صفر، بس مش عارف شو هو صراحة الثوندر كلاب هذا. طيب يلا تعال تعال هون. Can't move to this location. كان وينكم تروحوا؟ هون تعال. هجمتهم كلهم؟ مش كلهم هجموا يا الله. ما تهجموا كلكم يا اولاد الحلال. اوتو اتاك. طيب والله خليني استعين بقوة الطيران تبعي، على اساس عندي قوة طيران، ما خليهم يهجموا. اهجموا يا جماعة. اتاك اهجم. استيميت تايم 17 سكند. طيب منيحات، يلا اطلع بسرعه. انا مش عارف صراحه اني لازم اكسرهم هذول ولا لازم احميهم ولا شو بدي اسوي اصلا. نشوف شو بدي يصير، بس بدي احاول افهم هذا الاتش بي وين اللي قاعد بروح. هذا الدم تبعه بعد ما وصلوش هذول يا الله. اجت الان ساي تبعت الطياره. هذا صار يقص 39 31 صفر. مانيش عارف صراحة شو هو اللي قاعدين بيقولوا لي عنه، فخلني احاول اسمعهم او اقرا شو قاعدين بيكتبوا هذول. طيب. They are pressing onto stronghold near of forward position to defend against Raven.
اسكورت اوريسي سيفلي ذا كامب. كانوا هذول قاعدين بيحموا هم الكامب وانا قاعد بهجم عليهم، مش متأكد صراحة. move out let it's us not fall behind. طيب طيب اهجموا لهون يا جماعة. هاي اول خطوة بدنا نسويها اجباري، بس الخطوة الثانية مش متأكد منها صراحة، اني اهجم لهناك ولا وين اروح مش عارف. يلا يا جماعة طيب حلو، هجمناهم بس دمرناهم. ما بديش اهجم هناك اصعب يدمروني. فينا نجي لهون، بقول لي كانت موف تو ذس لوكيشن. طيب وين نروح لكان؟ المشكلة ما في غير هون. هون رافن ساوث ميد تانكس رافن تايجرز. طيب هسه المشكلة ما فيش وقت ولا في عداد، يعني قاعد بستنى على الفاضي. خليني اجيبه من هون مثلا. تعالوا لهون يا جماعة. طبعا قاعد بجرب تجريب صراحة، ما حد لا مش عارف شلون بخلص المرحلة هاي. هاي كاتبين قولي رافن تروبس ار. طب طولوا بالكم علي يا جماعة، درويش بالانجليزي. كانت موف تو ذس لوكيشن. فيني هون المشكلة ما عادش يبين شيء هون، يعني هاي اقصى مجال له، ما فيش اكثر من هيك. هيك قاعد برجع رجوع. هون في رافن. تعالوا لك تعالوا يا جماعة، يعني شيطانكم موتوني شو هذا؟ ولا من عارف انت صارت صفر هاي صراحة. طيب مرة ثانية، هاي اخر محاولة. يعني كانت صفر مش عارف شلون صارت، قصدي كانت 100% شلون صارت صفر بس هاي مش فاهم. هاي يا زلمة خلصنا، صار لكم ساعة تخيل وصل. باتل تعال واهجموا هون، هذا اول هجوم تأكدنا منه. اركو اهجم شو بتسوي يلا. طيب والله خليني اروح اهجم على هذلاك، بدي اقول لهم بالطيران. اتاك طيران طيران ولا هاي اهجم خلصت بسرعه. هاي في اربع هجمات يمكن اتاك. طيب هجم طيارتين هسه على ما يخلص الموضوع. شو قاعد تسوي انت وياه؟ ما تهجموا. ما ادري هجمت الطيارات كلها، ما بعرف عاد شو بصير معهم. الله بعد ما اجوش يلا بعد ما يمشوا. امتى ناويين توصلوا يا شباب؟ بعد اتش بي 100 لحد الان، تعال نشوف شو بيصير فيها هسه. وصلوا جماعتي لعندهم. يلا يلا يلا. صارت 91 58 39. نعم اختك مش عارف صراحة ليش عم يموت بسرعة. طيب شو هاي اللوكونيو؟ مش فاهم صراحة، قاعد بموت بسرعة مش عارف. طيب احسن شيء اني احاول ارقي المباني تبعي، هاي الطريقة الوحيدة اللي شايفها لحد الان، مش قاعد بقدر اتجاوز المرحلة هاي. طيب خلينا نشوف، احنا بعدنا بالشابتر 18 معلقين، بس المستوى تبع القوة يمكن تبعي بعد شوي بخلص المستوى تبعي هذا. اتبعت الفي اي بي من اي حال. طيب الفيديو طول شوي صراحة، صار من 10 دقايق. خلينا نوقف فيديو هون، ألقاكم في فيديو آخر. الفيديو التالي بحاول أرقي ونرجع نهجم على جماعة راف. السلام عليكم.